جالكسي بادز 2 برو، فيديوهات اتكلمت عن ريفيوز عنها وعن كواليتي الصوت وتيست وهكذا. احنا هنتكلم عن شرح مفصل شوية عن الاوبشنز اللي فيها واستخداماتها عشان نعرف نستخدمها ازاي، الاوبشنز اللي فيها عاملة ازاي، بستخدم الاوبشن دي نفسها ازاي وبفعلها ازاي، ومن السوفت وير بتاعها. اول حاجة العلبة طبعا بتبقى جاية فيها البادز نفسها اهي، وفيها ليد من هنا تاني بتبين الستس بتاعتها. لو كانت مشحونة 100% بتبقى اخضر، او ممكن تدي اللون ده لما بتبتدي الكيس تقل الشحن بتاعها. العلبة محتوياتها سريعا كده، بتبقى الكيس بتبقى دي موجودة فيها هنا، وبعدين هنا بيبقى فيه هنا الكابل بتاعها تايب سي. انا ما فتحتوش عشان بشحنها بالشاحن بتاعي بره اصلا. كل ده ادي الشاحن بتاعها من هنا تايب سي اوكي. وجواه الكرتونه دي الصغيره دي كانت فيها، كان فيها دول الكاوتش ده، مقاسات مختلفه للكاوتش بتاع البادز عشان اودي ده حجم صغير وده حجم كبير، وهي راكب فيها الوسط ده لو عايز تغيرها عشان على حسب كل واحد والمقاسات بتاعته تبقى مريحة للودن وتبقى بيست فيتنج. اوكي زي ما قلنا بتتشحن من هنا تايب سي، والأظرف انها بتتشحن كمان وايرلس لما بالكيسة كلها. انا حاطط الموبايل على التشارجنج مود، اللمبة نورت احمر اهي يعني بتشحن. اوكي لو شلتها كده فصلت. نبتدي بأول ما بتجيبها وعايز تشغلها بتشحنها طبعا كويس الأول. بعد ما بتتشحن كويس اول ما بتفتحها بتعمل بيرنج لوحدها، بتبقى في مود البيرنج، بتنزل السوفت وير بتاع سامسونج جالاكسي ويرابل اللي هو بيمانج، هو سوفت وير المانجمنت بتاع السمارت ووتش مثلا، جالاكسي ووتش، البادز برو، ايا كان. اوكي بعد ما بتفتحها بتكونكت، بعد ما تكون كونكتد دلوقتي ان هي كونكتد، ممكن الهوم سكرين تعمل لها ويدجت بره عشان تكنترولها لو دوست كده. وبعد كده الويدجتس هتنزل تختار بقى انهي ويدجت بتاعتها اللي اسمها الجالاكسي، هتلاقي هنا الجالاكسي بادز 2 برو. ده الشكل بتاعها، هتسلكته هتدوس اد، وايت ولا بلاك ولا ترانسبيرنسي قد ايه. اوكي سيف، هتطلع بره هنا هتبقى على الشاشه. بعد ما تبقى على الشاشه ممكن تدوس عليها لونج بريس هتطلع سيتنجز. ممكن السيتنجز دي تغير تاني السيتنجز بتاعتها، وترانسبيرنسي ممكن تخليها تقيله شويه او ترانسبيرنت زي ما شايفين كده، انا بحبها كده شويه. سيف. وانس ان انت فتحت البادز وتكونكت على الموبايل هيقول لك دلوقتي ان هي كونكتد، وحاله البطاريه بتاعتها وحاله البطاريه بتاعت الكيس كام في الميه وكام في الميه. هنا من بره تقدر تدوس على الويدجت دي تدخل على السيتنجز كلها بتاعت البادز، او تقدر تكنترول كمان في النويز كنترول هنا اللي هي نويز كانسليشن هنا مقفوله. هنا البادز لو قاعده ما اطلعها لازم تلبسها الاول، انا لبستها اهو دلوقتي بقت اكتف ان انا اقدر اغير في دي النويز كنترول في نويز كانسليشن. الامبيانت مود او الامبيانت ساوند ان هو يبقى ممرر صوت الوسط المحيط بيك لودنك كده مقفوله، ولو دوست كمان مره بتوصل للاكتيف نويز كانسليشن انك تبقى عزلك تماما عن الوسط المحيط وعن اي اصوات حواليك. خلينا نتكلم عن السيتنجز كلها في السوفت وير واحده واحده. ممكن تفتح الويربل من هنا من الايكون بتاعتها او من الويدجت، لو دوست عليها مره واحده بتفتح السوفت وير كله، السوفت وير بالترتيب كده. كان جايب كمان هنا النويز كنترولز، طبعا لازم ابقى انا مطلع البادز بره عشان تبقى كونكتد، عشان تبقى المنيو دي شغاله بالشكل ده. هو هنا بيروح وبيجي لان انا مظبطه الفويس ديتكشن، ده اول اوبشن هنتكلم فيه. لو انت اتكلمت لو ديتكتد الفويس بتاعك يفتح الامبيانت ساوند عشان يسمعك الوسط المحيط، لو حد جه يكلمك وانت جيت ترد عليه اول ما بيسمع صوتك تتكلم يفتح لك الامبيانت ساوند، بتسمع الاصوات اللي حواليك. وتقدر تقول هنا بعد ما تخلص كلامك يستنى 5 ثواني ولا 10 ولا 15 ويرجع يقفل يعمل الاكتيف نويز كانسليشن تاني. هو هنا هنلاحظ ان انا لما دوست كده بيقول لي البس الايربادز، لازم تحس ان هي محطوطه في الودن
دلوقتي انا لبستها عشان اجرب بيها، وعشان اتكلمت راح للامبيانت ساوند. هسكت وهحولها اكتيف نويز كانسليشن. دلوقتي بدات اتكلم تاني، راح لوحده للامبيانت ساوند عشان انا فاتح الاوبشن ده. تاني اوبشن ال 360 اوديو، ده السراوند بيدي صوت سراوند لما بتسمع مزيكا او فيلم اكشن ايا كان، بيديك صوت سراوند. الاصوات بتبقى جايه من يمين من شمال من قدام من ورا، بتسمع سراوند. لو دوست هنا في اوبشن تاني جوه تراكنج للفه راسك، لو انت بتتفرج على الموبايل قدامك بالشكل ده، لو الاوبشن ده مفتوح لو لفيت راسك يمين او شمال هتسمع الساوند بيقرب اكتر المواجهه مثلا للموبايل، هي اللي الصوت بيعلى فيها اكتر. التاتش كنترولز، في هنا اول حاجه التاب الواحده السنجل تاب بلاي او تو بوز تراك، تاني حاجه لو عملت دبل تاب دبل تاتش يعني، والتاتش ده بيكون هنا على البادن نفسها من هنا من بره بيبلاي نيكست تراك، وتقدر تقفل او تفتح واحد كل واحد من دول كل الكنترولز دي، او تقفل التاتش كنترولز بالكامل. وتريبل تاب بيبلاي البريفيوس تراك او التراك اللي قبله. هنا التاتش اند هولد مقسمها سماعه يمين وشمال، تفضل دايس على التاتش بتاعها برضو لغايه ما تستجيب. كذا اوبشن يعني بتختار منها، سويتش ما بين النويز كانسليشن والامبيانت مود زي ما شفناهم من شويه، وده اللي انا مختاره هنا دلوقتي. ولو دخلت على دي نفسها ممكن تختار زي ما كانت هنا كده اوف تماما، ولا امبيانت ساوند ولا اكتيف نويز كانسليشن. لما بتدخل تختار واخترت واحده من دول، بتختار كمان هل يسويتش ما بين الاكتيف نويز كانسليشن والامبيانت ساوند، ولا الاكتيف نويز كانسليشن واوف، او امبيانت واوف، او تستخدمها في الفوليوم داون والفوليوم اب. ده كان بالنسبه للميديا. الكول كنترولز بعد كده، لو دبل تاب هتانسر الكول او تاند الكول، تفتح الخط او تقفل الخط لما يجي لك كول. وتاتش اند هولد تفضل دايس عليها بتكنسل المكالمه. هنكمل السيتنجز. لو دخلت على ايربودز سيتنجز، وبما ان كنا لسه بنتكلم على التاتش سيتنجز ففي حته كده زياده، اللابس دي لو دخلت على لابس دي كنترولز جديده ممكن تاكتف دي، انك تدبل تاب في الجزء ده فتقدر تعمل فوليوم اب وداون، تعلي وتوطي الصوت. ده اوبشن زياده فيها. الفكره ان انا اكتشفت من فيديو اونلاين ظريف جدا انك مش بتتاتش بالظبط في المكان ده، لان انا كنت بدوس هنا مش بترضى تستجيب معايا، فبقيت بتاتش ودني من الظهر هنا مرتين يمين تعلي الصوت درجه، ومرتين من الشمال تقلل الصوت درجه. انا كده بجرب اب اب كده، انا بعلي اهو مش بلمس الموبايل كده بقلل الصوت. اوكي. الجيمنج مود، لو لقيت ان في ديلي في الصوت عن الصوره بتحاول تظبط شويه على قد ما تقدر ان الصوت يبقى متزامن مع الصوره، ده لو لقيت انك محتاج تعمل ده، غير كده بسيبه مقفول. السيتنجز بقى تاني، بقيه الايربود سيتنجز من بره واحده واحده كده. الايكولايزر بعد تجارب كتير وسمعت كتير اراء اونلاين، لقيت ان دايناميك ده افضل صوت ممكن توصل له، كلير جدا واضح جدا، بيعلي البيز شويه والتريبل شويه، الدنيا بتبقى مظبوطه كويس جدا. طبعا انت ممكن تجرب ما بين البيز بوست سوفت دايناميك كلير تريبل بوست ايا كان اللي هيريحك او هيعجبك، ولكن بالتجربه فعلا لقيت ان ده بالنسبه لي ظريف جدا. بعد كده الفيد تيست، هنا بيقول لك انك تجرب تلبسها وتتاكد ان هي فيدنج مظبوط عشان احسن نتيجه، لان زي ما شفنا من شويه هي بتعمل فانكشنز لازم تكون حاسه ان هي ملبوسه في الودن. لو عملت كده بتعمل التشيك بتاعك، بيقول لك بتشيك دلوقتي هخبرها ايه، بيقول لك دلوقتي جود فيت وجود فيت اليمين والشمال. تمام. بعد كده ريد نوتيفيكيشنز الاود، انك تقرا النوتيفيكيشنز، تقرا لك النوتيفيكيشنز لما تدخل لما يجي لك مسج ولا حاجه، وطبعا لما يكون التليفون مقفول. لو عايزها تقول لك النوتيفيكيشنز والتليفون مفتوح حتى وهو مفتوح في ايدك، بتعلم على الاوبشن ده ان حتى هو مفتوح تقول لك النوتيفيكيشنز بصوت في ودنك كده. انا قافله عشان لو جات مسج بس والتليفون مقفول تقول لك، وبتختار من هنا انهي ابلكيشنز هي اللي هيتقال النوتيفيكيشنز بتاعتها بصوت. ده ريد الاود كده، اول كده ممكن تجيب كله وتختار من فيهم اللي هتفتحه او تقفله. وصلنا للي بعدها بيكسبي فويس ويك اب، انك تقول
هاي بيكسبي، يتفتح البيكسبي فويس وياخد منك اوبشنز او الكوماندات اللي انت عايز تقولها، تقول له اتصل بحد، تقول له افتح ابلكيشن معينه ايا كان. ودي معناها انك لو الاوبشن ده مفتوح انك تتكلم على طول، مش لازم تستنى انه يقول حاجه او يرد عليك او تسمع حاجه في ودنك تون. بعد هاي بيكسبي تقول الكوماندات اللي انت عايز تقولها على طول. بعد كده امبيانت ساوند ديورينج كولز، لو مفتوح الاوبشن ده، ده اوبشن ظريف جدا بصراحه ومريح للكولز، عشان لما تيجي تتكلم في كول بيفتح الامبيانت ساوند فتسمع صوت نفسك، فما تعليش صوتك قوي، ما تزعقش جامد، بتبقى حاسس كانك بتتكلم قدام حد او في تليفون وسامع نفسك، مش السماعات قافله ودنك تماما. بعد كده ان اير ديتكشن فور كولز، الاوبشن ده معناه لما تجيلك كولز لما تكون في ودنك بس الايربودز هتسمع صوت المكالمه منها، اما اذا كنت قلعها فهتسمع صوت المكالمه من التليفون نفسه. فالاوبشن ده مهم جدا، لانه لو مقفول هيطلع الصوت من الايربودز حتى لو كنت قلعها ومش لابسها في ودنك. سيمس ايربودز كونكشن، ده معناها انك بتعمل بيرنج للايربودز على الموبايل وعلى التابلت او على اي جهاز تاني، لو فتحت الجهاز التاني ده وعملت بلاي عليه لميوزك او اي صوت، هي هتسويتش لوحدها من الموبايل للتابلت مثلا، او العكس، او من التابلت للموبايل. نيكست ريتش ريمايندرز، هنا اوبشن بتقول لك، عشان هي عارفه انت بتبقى حاطط البودز في ودنك وباصص في الموبايل، غالبا بتبقى موطي راسك لتحت فعشان وجع الرقبه، فبتقول ان انت تعمل ستريتشنج للرقبه بتاعتك ازاي بالشكل ده عشان ما تنساش انك تريح رقبتك شويه ووضع راسك. لو مقفول مش هيديك ريمايندر، لو مفتوح الاوبشن ده هيديك ريمايندر بعد وقت معين. ده بتعمل كاليبريشن للايربودز بتاعتك، بتستارت هنا بتعمل وضع رقبتك في الوضع الطبيعي، وبعد كده يقول لك وطي لقدام، وبعد كده ارجع راسك لورا، عشان هي تحس بالنسبه لك انت امتى بتبقى باصص لتحت زياده وامتى بتبقى باصص لفوق زياده، وتقدر تديك التحذير صح. لابس قلناها خلاص. بعد كده ريسيت واكسسبيليتي، في حاجه في الاكسسبيليتي هنا ممكن نبص عليها، هي ان انت لو حد سمعه في ودن مختلف عن ودن تانية تقدر تعلي اليمين عن الشمال او الشمال عن اليمين. النويز كنترولز، تقدر لو دوست عليها تفتح النويز كنترولز دي. عندك الامبيانت ساوند حواليك كمان، تقدر تغير في الصوت، يبقى كلير زياده، يبقى رفيع زياده، غليظ زياده، على حسب الصوت اللي يريحك. لما الصوت الامبيانت اللي هو الصوت الوسط المحيط، لما السماعات تعدي لك الصوت ده لودنك. بعد كده في هنا سوفت وير ابديتس، تداونلود السوفت وير الجديد وتنزل سوفت وير جديد للايربودز. حاجه اخيره، احنا جربنا نعمل بيرنج اول ما فتحناها، لو عايزين نعمل بيرنج مع جهاز جديد وهي اوريدي بيرد مع الجهاز بتاع مع الموبايل بتاعي مثلا، كل اللي بتعمله انك بتفتحها بالشكل ده وبالتاتش بصباعين الاثنين على الاثنين بادز من الناحيتين، لغايه ما الليد اللي في النص دي تقلب الوان، تفضل دايس كام ثانيه بتلاقي ان الليد اللي في النص ابتدت تقلب ما بين الاخضر والاحمر والازرق كده، هي في وضع البيرنج مستنيه تعمل بيرنج مع جهاز جديد. لو عملت سيرش على بلوتوث بتاع اي جهاز هتلاقيها، تعرف تبير عليها. عملت عليها بيرنج بالتلفزيون بالسمارت تي في عندي، الاوديو اوتبوت خليته بلوتوث وكونكتد عليها.